بادرت جمعية البركة بولاية عين الدفلة إلى تأسيس فريق إعلامي على هامش الملتقى الولائي حول الإعلام الجمعوي بين الواقع والتحديات، طوفان الأقصى والوعد المفعول نموذجا. في هذه الأيام المباركة، أيام الجهاد والثبات والصبر، ارتأى المكتب الولائي لجمعية البركة عين الدفلة أن يؤسس لعمل إعلامي بحت، حيث ارتأينا أن نبدأ في تفعيل الدور الإعلامي الشبابي. كون فريق إعلامي إن شاء الله ليأخذ شعلة التعريف بالقضايا العادلة في العالم، ويكون يعني واجهة لجمعية البركة في ولاية عين دفلة وفي الجزائر وفي العالم إن شاء الله. العمل الجمعوي بين الواقع والتحديات، دينا معركة طوفان الأقصى وحملة الوعد المفعول اللي تقوم بها جمعية البركة الجزائرية كنماذج إعلامية متميزة. هذا وأشرف عدد من الدكاترة والأساتذة المختصين في مجال الإعلام على تأطير الملتقى. وهذا دائما يدخل في إطار إذا كان هناك عمل كثير، ممكن يكون عمل جبار وعظيم، لكن إن لم يستثمر إعلاميا فكأنه لا حدث. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي رولا عندها أثر كبير في تحريك الرأي العام في جميع المجالات، لذا احنا دورنا كإعلاميين وعندنا هذه المواهب والقدرات لازم نستغلوها. ليختتم الملتقى الولائي للإعلام بانطلاق الفريق الإعلامي في العمل الميداني للتعريف بالقضية الفلسطينية وتقديم خدمة إعلامية إنسانية راقية للمجتمع العين الدفلي.